750. اشتري دكتور. عمو حبيبي. قبل التسعين كانوا محلات صغار، فتطور السوق، السوق صار كلش كبير. ليش العالم تتبضع تجي من عنده تاخذ منه؟ هنا الاسعار كلش مناسبه، وثاني شيء هنا تاخذ استنقاء بيدك، يعني لقاط تاخذ بيدك. ثاني شيء السوق جماعتنا كل ناس طيبين، يجون من غير مناطق يجون السوق ومن عندنا. ليش؟ لان معاملتنا كلش معامله طيبه، يعني توارثناها عن اجدادنا، نتعامل معاهم معامله كلش طيبه. عندهم فلوس نعطيهم، ما عندهم نقول لهم اخذوا وروحوا، ما نقول لهم يا هيك او هيك. فسوقنا ماشي، يجونا من القرى والارياف. سوق هذا السوق كلش قديم، يعني احنا نقول من السبعينات هذا السوق هنا. فالحمد لله العالم تجي علينا على مثل ما يقول معاملتنا وكلامنا الطيب، واللي يجينا ما نخليه يروح، واسعارنا مناسبه. مثلا احنا بغير او مناطق الطماطم تنباع ب 1000، احنا هنا نبيع ب 750، اقل من السوق. ليش؟ لان اول شيء مناطق شعبيه، ناس فقره ما عندهم، فعلى طول نبيع لهم اسعار مناسبه، لان تعرف وضع البلد وضع المنطقه كلش ناس تعبانين. والحمد لله اللي يجينا ما نرده، وكلهم اخوتنا واهلنا. الموصل كلتنا احنا هو اخوه ومتعاونين واحد بالله. التجينا المرأة هي أختنا وأمنا، والرجال هو أخونا وعمنا، وش يريد يتدللون. بالنسبة لهذا السوق، أقدم سوق هو هذا باب الطوب. أقدم سوق، يعني كان يجي على باب الطوب يعرف المكان اللي يروح له، مثل سوق العطارين، سوق الصفارين، اهل الشاي. هاي هسه احنا اللي بيها سوق التمر. سوق التمر اقدم سوق هو هذا، كان يجون يعني من النواحي، من القرى، حتى من المحافظات، جمله مفرد كانوا يجون ياخذون من هنا. اقدم سوق اللي تاثر به بهاي الاحداث صار تاثر، بس الدولة سوت لنا هالجملونات والصبة، رجعت السوق علينا شوية، ورجعنا الدكاكين بنيناها وعمرناها، ورجعوا ساعة العطارين على مكانهم، والسماشة والباب السراي أغلبيتهم رجعوا، لأن هذا أقدم سوق يعتبر. ونتمنى من باقي الدكاكين ترجع على مكانها، مثل جماعة الصوافة وجماعة سوق اللحم القديم، يعني هذه حد ما رجع. وعندك هاي الساحة، ساحة التمر يسموها، أغلبيتهم بعد ما رجعوا قاعدين هسه أغلبيتهم سوق النبي وموصل جديدة. إذا يرجع هذا السوق راح يعني يرجع أحسن من الأول، لأن هذا يعتبر أقدم سوق هو بالموصل، وكل العالم تتجه عليه ويعرفون إيش يعني المادة اللي يريدون يروحون قبل ياخذوها. هذا سوق باب الطوب. هي اهم شيء اذا يرجع هذا السوق ترجع الدوائر، اسعى الدوائر، الدكاتره ليش ما يرجعون على سرج خان؟ على اذا رجعوا السوق شوي راح يقوى. الدوائر اذا رجعت اسعى على هذا الجانب، يعني يجي المواطن يراجع دائره ينزل على هذا السوق، يجي اذا نزل على دكاتره على مختبرات يجي يسوق ويطلع. اسعى اغلبيه يروح يشوف سرج خان، ما حد رجع منهم، ما حد رجع من السوق. هذا احنا نطلب من الدوله ترجعهم باي طريقه ترجعهم. ليش صيغ زخم بالمدنه بالمصارف دكاتره وصيغ هذه؟ ليش الزخم هاي؟ خلي يرجعون على هاي مكانات، حتى العالم حتى يصير قريب عليهم. Thank you.
طبعا هذا السوق اقدم سوق بالموصل، سوق الموصل القديم، يحوي كل الحرف، الشاي، العطارين، سوق اللحم القديم، اهل البلاستيك، اهل البطانيات، المحيفير، خان المفتي، خان الباليوس. ما بعد داعش يعني وضعيه السوق تعبانه حيل. نحن نريد انه السعي من الحكومه يفتحون دوائر، يرجعون الدوائر يعني على الكورنيش، المرور، التقاعد، البنك هوني يوزعون رواتب، حتى شويه الحركه تصير. هذا نريده. والله درجه اقول لك عن السعر. هالساعه شويه شويه، من انا فتحت من 2019 يعني يمكن بقينا سنه ما حد يجينا. بعد شوية شوية المعامل والناس وهذه رتبوا السوق، فالحمد لله والشكر أحسن من قبل. والله نتمنى أنه أهل المحلات يرجعون وأهل الأملاك يقللون من الإيجارات حتى الناس ترجع. يعني هو مثلا مأجر بالأيسر بسوق النبي، بالمثنى، بالزهور، إيجارات عالية، يجي هون هم ينزلون من الإيجارات، هم تشجيع لهم وتشجيع لنا، والكدة الشغل والباقي على الله. أسواق الموصل تتكون من باب السراي، سوق العطارين، سوق الصفارين، سوق الفحامين. هذه تختلف المهن الموجودة فيها، من الفحامين إلى الصفارين إلى العطارين إلى باعة النجارين، سوق النجارين. سوقنا يتكون من أكلات شعبية. بالنسبة لي أنا بيع أكلات شعبية، نفر التمن نبيعه بألف دينار، نفر التمن نبيعه من 1000 دينار. والله نشجع المواطنين، عندنا محلات باب الصراي تقريبا ربع رجعت، ثلاث أرباع ما رجعت. عندنا سوق العطارين كمل خدماته، كملت من السقوف إلى خدمات الكهرباء والمياه كامل، يحوي جميع الفئات، جميع الفئات. عندك البهارات، عندك سوق الألبسة جملة باب الصراي، عندك سوق الفحيمين، عندك سوق النجارين، عندك الميدان. المحافظات، جميع المحافظات يزورون هذا السوق، من أقدم أسواق الموصل. مسواقهم كلته تل أعفار، وهاي المناطق كلها أنحاء الموصل، كل مسواقهم مركز الموصل من هنا، من صراي لشغلة داعش. وصارت بعد التحرير السوق طبعا راح انعدم يعني من القصف، من العمليات الحربية، وعاد بعد التحرير كمل، وكملت الخدمات من السقف، من مياه، من كهرب. نتمنى أهل الأسواق يرجعون. Thank you.
هذا السوق تراثي وحضاري يؤمه الجميع. في السابق كان هذا الدكاكين من نوع الأنواع الأبواب الخشبية اللي ترفع بواسطة عمود، وكان العطارين في هذا السوق قليلين، عطارين قدماء، محمد علي العطار، طارق علاوي، محسن اليوسف، سالم زيدان، آل الوتار، بيت الجوادي، عطارين متميزين. وكان في ما قبل السنة 48 عطارين يهود، عزرا، منشي، حسقيل، موشي، عبد غزال، زكي، يونان، فكثير أسماء مسجلة في كتابي المؤلف. وعند ما ذكرت في أحد اللقاءات التلفزيونية عن أسماء اليهود، دزولي رسالة من مكان بعيد أنه إحدى هؤلاء اليهود هي ابنة شخص كان يعمل في التجارة هنا، وتسأل عن والدها وعنها، وحفيدتها شافتني بالتلفزيون وصورتني. فهذا السوق يأمه الجميع، ناس من كل الطوائف المتآلفة، شبكي، يزيدي، نصراني، عربي، بدوي، كردي، من جميع الطوائف متآلفة. وخلال هذا السنين، يعني أنا عمري 62 سنة وتقريبا 12 سنة بهذا المحل، وهذا الصورة هوني، الناس متآلفة تجي من جميع القرى والغنى، فتعودنا على طبائعهم، تعودنا على طريقة البيع والشراء. هذا السوق حضاري مثل ما قلنا، تراثي، الناس لها ذكريات في هذا السوق منذ طفولتهم، وأصبحوا الآن كبار بالعمر، يجدون كل مستلزمات الحياة في هذا السوق من جميع الأصناف. هذا السوق يسمى باب السراي ككل، ولكن هذا السوق يضم عدة أصناف: العطارين، القزازين، أهل القماش، الحبالين، الصفارين، الخياطين دشاديش، خياطين الأحذية. هذا السوق، هذا الفرع اللي كان على يساري، هو فرع بالستينات، فرع أحذية، الخفافين يسمون خفافين، كان يصنعون الأحذية يدويا. هسا ما أكو، راحت هذه المهنة، أصبحت الأحذية تستورد جاهزة. كان أيضا سفارشية، السفارشي اللي كان يحد السكاكين ويعمل زو المقاصيص. بعدين بالثمانينات هذا السوق أيضا تبدأ، صار سوق الدشاديش الأكراد بأنواعه، اشتهر في الثمانينات سوق الدشاديش ولحد الآن. والآن صار سوق القزازين لوازم الخياطة. بقية الأصناف تتوزع على جميع هذا السوق باب السراي. يعني أنت تحتاج غرض، الغرض الثاني موجود قريبا، ما مثل بعد التحرير انتشرت الأسواق وتفرقوا، كل واحد في صار مثل ما يقول في ديرة، في حي، تدور على الحاجة يعني ما تلقيها. الحياة أصبح صفر ما قبل التحرير وأثناء التحرير. لو أشوفك الصورة، مال المحل مشعولة، الدكان هنا وقعت قذيفة في هذا المكان، شعلت هذه الدكاكين وشعلت كل ما موجود. وبدينا نعمر، عمرت تعمير أولي، بعدين ما لبث أن نعمل تعمير ثاني، وصرفت على المحل وأنا والبقية، وما حد عوضنا شيء. أنا بالنسبة لي هذا 5 ملايين صرفت على المحل، ما عوضونا. اللي التعويض اللي صار أنه مشكورين، أنه جزاهم الله خير، عملوا لنا السقيفة والأرضية والماء والكهرباء اللي ساعدتنا أنه نبقى في هذا السوق. أنا في سنة 2020 بداية وما نهاية 19 ضحيت بالوقت، يعني 10 أيام ما استفتح، 20 يوم ما استفتح في البرد، بالشتاء، بالصيف. بدت الحركة تدب شيئا فشيئا، مثل المريض اللي منتهي. كثرة الدكاكين، ونحن ندعو الناس اللي بالأيسر،
أن يرجعون على دكاكينهم. ما متفرغ، إما يأجر المحل وإما شراكة وإما يستغلوا من قبل آخر. ليش باقي مكان النفايات ويظل مشلول هذا الحركة؟ فناس ترتبط بناس، شخص يقول أنا ماكو هون شغل. أخي أنت من تجي يجي رزق الناس تجي معامل. الآن بدت معاملنا ترجع، بدت معاملنا ترجع، الحركة بدت ترب. أنا أطالب أصحاب المحلات اللي فيه ذاك الجنب ما يخالف عليهم راس، خليه يفتح، ما أقول له لا تفتح. أدز شريك صانع آخر يستغل المحل، ليش يظل مهجور وظل الحركة مشلولة؟ فحتى أنا أملي بالله سبحانه وتعالى ثم أنه السوق راح يتعافى، وبعد سنة سنتين راح تشوف أنه الناس راح تجي تدور على الإيجار وتدور على السقفلية وتدور على محل البيع. الآن محلات كثيرة يعني معروضة، منها الإيجار منها قسم ورثة. وشو اللي يأخر التعمير؟ يا أما ورثة، يا أما الملك ما مالته، يا أما الملك ما الأوقاف ما يعمر بين وبين. خلي يكون عجل في الأمر، ما يش شخص بيته متضرر، يا أما ليش ما تعمره؟ والله أنا أنتظر تعويض، يلا عمره. فهذا تبقى الحركة الشكل. الآن احنا بسوق باب السراي، هذا من أقدم أسواق الموصل، بي عدة صنوف، 17 صنف بي، صنف السوق البريمزاك، النايلون، اليوزبكية، العطارين، خان المفتي، يعني سوق الزجاجية، سوق الصفارين، قبل يسمونه سوق النحاسين، هسه سوق الصفارين، يعني بي أكثر من صنف. أتعرض إلى دمار بأثناء يعني الاحتلال الداعشي، والحمد لله يعني تعمر بوجود أهله، تعمر بوجود أهله. إحنا يوم 17/7 بدينا بعماره، والحمد لله صار فتح متكامل، الأسواق كلها موجودة كاملة متكاملة والحمد لله والشكر. السابق كان حيل قوي، هو مركز الموصل،
يعني كان اسواق المحافظه كلها تسوق من باب السراي، بس الاسواق كثرت يعني حسه طلع الجديه سوق، نبي سوق، هاي المكانات كثرت بالموصل، بس يبقى سوق باب السراي هو سوق قلب الموصل الاصل. يعني اسوء تقول مثل مركز الموصل، مركز موصل باب السراي. والحمد لله ساعه عافيته جيده جدا والحركه جيده جدا والحمد لله والشكر. ماكو واحد يدخل على الموصل على اي جهه ما يجي على باب السراي، سواء كان من المحافظات ولا من خارج العراق، الكل تجي لازم تفوت باب السراي. يعني اللي ما يفوت على باب السراي هذا ما زار الموصل، واللي ما يصل بالباشا هذا ما صلى بالموصل جامع الباشا. هذا عسل شوكي، هذا يفيد له السكر، هذا عسل شوكي يفيد له السكر، هذا يفيد له السكر، هذا عسل حوامل أطفال حمضيات، هذا عسل سدر اليمني، هذا يستخدم أمراض سرطانية، أمراض سرطانية، هذا وعسل اصطنفر يستخدموه في الأمراض السرطانية، هذا العسل بالشمع الذي يستخدموه للربو، هذا يستخدموه للربو، صوروا شوفوا، هذا يستخدموه للربو. والله هذا محل عسل، محل الحاج سعد عباي وأولاده، وأخذناها خبرة من آبائنا وأجدادنا، واختصصنا عسل. العسل أنواع، أكو كالبتوس، أكو برسيم، أكو صناطي، أكو حوامل أطفال، أكو شوكي، أكو كرسي، أكو عسل السدر، أكو رحيق، أكو كسب، أكو عسل اصطنفة، بأنواعه. فالعسل أنواع، يعني مو نوع نوعين، أكو عسل قطن، أكو عسل برسيم، أكو عسل الجزر، أكو عسل أنواع العسل موجود. والله هذا محل باب السراي محل قديم يعني عريق، والناس كلها تتفضع من هذا المحل، الأقضية والنواحي كلها تتفضع من هذا المحل، وماكو حد جانا يعني ما غاد العسل ما طعينه عسل درجة أولى، ونحن مسؤولين عن الجودة. أي واحد يعني يحتاج مثلا للسكر نعطيه السكر، للقلب نعطيه القلب، للظنة نعطيه للظنة، العام نعطيه عام، للأكل للأكل، يعني أنواع العسل موجود. وهذا السوق كان يعني أتذكره يعني قديم الزمان كان كله سوق بلول وشوكليت وترتيبات، والآن الناس قلبت المحلات كلها، صارت كلها ملابس، صارت كلها بطانيات، قبل كانت يعني شغلات كلها اختلفت حاليا. والله سابقا كان سوق عريق، ولكن هسه سوق الدمار صار بالموصل الدمار، العالم انسحبت على الساحه الايسر،
فهسه لو يعوضون العالم ويرجعون على بيوتهم يصير حركة عندنا بالموصل قوية، وهذا السوق قديم يعني كل الناس تتبضع من هذا السوق، ولكن هسه حاليا شو الحركة تعبت يعني تعويض ماكو، لو يعوضون على الدولة تعوض الناس، الناس ترجع، فما حد قي يرجع. عنده محل بساحة الأيسر ما قي يرجع، يدفع إيجاره بالأيمن وباقي هو قاعد بالأيسر، ونحن ندعم المواطنين أنهم يرجعون على السوق. السوق باب الصراي يعتبر من أقدم الأسواق اللي موجودة في العراق، ليس فقط في مدينة نينوى. سوق باب الصراي عبارة عن مجمع كبير أو مول تجاري كبير يحوي عدة أسواق، من ضمن هذه الأسواق سوق كان للبزازين، سوق للخياطين، سوق للحدادين، سوق للفحامين، سوق للألعاب، سوق للزجاج، سوق للفغيشات، سوق للعقد، أسواق كثيرة بينه، وكل سوق أو كل دربونة أو كل فرع له نكهة خاصة بالسوق. ومن تجي السوق القديم كانت تغشى يعني المعامل اللي يتعامل بيها الناس أجمل وأحلى من المعامل اللي الآن إحنا عم نتعامله بالمولات وما مولات. الأسواق القديمة هذه يعود تاريخها إلى باشا الجليلي، اللي حسين باشا الجليلي اللي بنى جامع الباشا، من هون بدت الأسواق تتعمر. كانت الصراي قريبة من باب الصراي أو الحكم دار، وبعدين بنى الجامع قريب منه في تقريبا 1760، وبدت الأسواق تتغير. كان السوق بالبداية أو قديم الزمن خلينا نقول هو تقريبا بالميدان، وبعدين إلى تحول السوق تاريخيا إلى يعني ما يذكرني اسمه بالضبط، وبعدين تحول إلى باب الصراي. وباب الصراي بدأ يزدهر، وإن شاء الله إحنا نقول بعد داعش وبعد اللي صار من عمليات تحرير السوق تعرض إلى دمار كبير، والآن إحنا نحاول إنه نعيد الماضي اللي هو عزيز على أهل المدينة، وأظن إنه كاتب وسياسي وتاجر ودكتور ومفكر ومهندس كلهم تخرجوا، كانوا الأسواق القديمة فضل في تخرجهم. فحبذا لو انه تكون انا بالنسبه لي اطرح مبادره انه يعني يبادرون لاجل اعاده هذا السوق
بغض النظر عن المبادرات اللي تقوم بها المنظمات. وأوجه نداء إلى الحكومة المحلية أو إلى البلدية أو إلى قائم مقام اللي هو مسؤول الأول والأخير، القائم مقام الأستاذ زهير العرجي. يعني يا حبذا لو تكون فكرة هي بسيطة جدا وغير مكلفة، أنه 5 كيات موجودة بسوق النبي تنقل المواطنين مجانا مجانا إلى شارع غازي، ومن شارع غازي إلى سوق النبي. فكرة بسيطة كلش، وإحنا مستعدين أيضا هم نشارك بيها، تنقلهم مجانا، يجون الناس تتفرج على باب الصراي. الناس تيس عندها الرهبة والخوف من القدوم إلى الجانب الأيمن. يعني أنت لو أنا أطرح هاي الفكرة وإن شاء الله ألاقي من يستجيب لها حتى تنعاد الأسواق. أنت ما ممكن أنه الدولة ما عاد تبني العمارات والمواطنين يبنونه وأنت تريد تعيد الأسواق، ما ممكن هذا الكلام. بس هذا السوق أنا أقول لك ينعاد، لأنه تنوع به يعني من العطارين ومن الزجاج، أغلبيته عيرجع، لكن عيرجع بوتيرة يعني بطيئة جدا. إن شاء الله إحنا نتمنى الخير بكل مسؤول بالمدينة، نتمنى أنه يساعدون أهل المدينة بالعودة إلى المدينة القديمة، نتمنى الأحياء القريبة كانت من باب الصراي ترجع، نتمنى الأطباء أيضا يرجعون، نداء إلى الصيادلة، نداء إلى الكل، إلى الكل لأجل إعادة الروح للمدينة القديمة. يا اهلا وسهلا بكم. انتم مستعد بسوق الصفيرين، سوق الصفيرين هذا سوق الصفيرين بالموصل، وهذا سوق الصفيرين يمتد من حمام الصالحيه والنزول الى اخر السوق وتفرع من هون هام. ف سوق الصفيرين سوق تاريخي، يعني عمره اكثر من 800 سنه تقريبا، لان من وقت شجاع بن منع الموصل اللي كان هون يصنعون التحفيات النادره اللي هي تشع بمتحف الفن الاسلامي بمصر، وتشع بمتحف بريطانيا وبتركيا وبسوق الحميديه بالشام. والله بل عن جده، يعني بين معنا جدي الخامس صفار، يعني اسال والدي اقول له ابوك صفار، يقول لي جده ابو والدي جده هم صفار. باين مهنة بالصفو والحمد لله، واحنا تورثناها يعني هاي المهنه، وانا من نوع يعني احب الاقي مهنه واعتز بها واعتبرها هاي ام هويه الموصل، لذلك محافظ عليها. ومهنه النحاس مهنه عريقه يعني وجميله، يعني تحفه فنيه من اجمل المهن، وسع انقرضت تقريبا، وانا عاد ارجع الحياه عليها هذه، انا عاد ارجعها من فضل الله سبحانه وتعالى، عاد اصنع ما ينصنع.
في سبيل ترجع حتى هاي المهنه، مثل ما كان قبل السوق كان على مد بصرك كله صفيين يدق جكوت. هسه حتى بس انا ظليت واخوتي، ما يعني ما ظل الا هون يم شخص هم يمنا هم شويه هم يطقطق. الا قبل ليش تغيرت هسه؟ المفروض نحن لازم نظل محافظين عليها. هي هاي جماليه الموصل، هذه هويتها. هذه يقول ان الحرف والصناعات اليدويه تعد مراه تعكس الهويه الثقافيه والابداعات التي تنتجها معظم الدول وتعتبر كجزء من هويتها. ليش ما نحن نظل متمسكين بها حتى يظل سوقنا موصلنا تزدهر بهاي الابداعات الفنيه والحرفيه؟ ليش نخليها تندثر؟ المفروض يعني هم الدوله هم تمسك ظهرنا تساعدنا، تقف معانا، تقف بجنبنا، ما نريد تروح من عندنا هاي المهنه. أسات أكثر سواح يجون على الموصل. قبل أذكر طفل أنا قد هذا بالثمانينات مع والدي أنزل والله، يجون يشتغلون شغلات كلها يدوية، صنع سطلي مثلا، أبغيق، كل هذا اليدوي يشتغلونه على ما يقولون هاي شلون كانوا فنانين بيها قبل مئات السنين، وأسات دحق عليهم. الحياة يعني كانت كثير طيبة، كثير طيبة بالنحاس وبالهاي الشغلات، وكانت يعني مع الناس كلها كانت تتموعن بالنحاس، كلهم يأكلون ويشربون بالصفر، كل هذا صحة للجسم، هذا الصفر صحة للجسم. ويعني يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ما حد قال أنا اشتكيت من ضغط أو سكري أو أي أنواع ساعتها عاد تطلع الأمراض اللي عنه شعة. قبل وين؟ ما كان أحد ما شاء الله يعمرون، كان هذا اللي يعيش. جدي 100 سنة عاش، 100 طبق ومات، عاش 1872 ولد العفو، ومات 1972، 100 سنة قبط بهذا السوق. هذا جدي حاج ياسين الصفار. كانوا ليش؟ لا كانوا يأكلون بمواعين الصفو، وكانت البركة بيها، وكانت طيبة. وهسه يعني شوف عالم راحت على الستيل وعلى البابون وعلى فيصب قاعد وعلى الميلامين وعلى هاي كلها، هاي هون الصحه كله بالنحاس. حتى بالقران الكريم مذكور، والنفس العين شواذ من نار ونحاس بلا ينتظران، يعني النحاس مذكور حتى بالقران الكريم. كثير كثير الناس هسه تعال ترجع عليهم، ايش قد نحن نحكي والله العظيم يجون ناس احد يريد له طاسه بالماي نعمل له، يا ما ايش تعمل بيه؟ يقول والله الدكتور كل قال لي ها اشخب بيها ماي هذا تفيد الكبد، لان هو عنده امراض يعني هاي مع جلديه وهاي شغلاتي يعرفوها. يجوني ياخذون من عندنا شغلات نحاسيه لعلاج. كذلك اكو من يلبس سوار بايده يقول هاي شويه تسحب السلبيات من الجسم، حسب ما يحكون الناس يعني، وياخذون من الانترنت من الجوجل هاي الشغلات. وانا سبحان الله ايش قد اسمع الناس هكذا تحبها، اقوم اشجع بها اكثر بعد واتمسك بها واشجع الناس عليها. ما اريدها تندثر. اولا هذا سوق الموصل القديم، يعني اساس الموصل هو هذا السوق القديم اللي يتبعه هاي الصفارين، عندك الخواصين، سوق القماش، سوق الذهب، كل هذا الموصل القديمه اللي تاريخه هنا. واما بالنسبه سوقنا هو سوق الصفارين من اقدم الاسواق الموصليه القديمه، ونحن بهاي المهنه صار لنا ابا عن جد الجد بهذه المهنه الموصليه الاصفاره. أما ما يخص بالمهنة فالمهنة يعني بحر، صفارين كانوا أكثر، يعني أذكر لك من ضمن الصفارين أيوب الحسن، يونس بن عبد العيسى، سيد مهدي المشهداني، سيد حسين المشهداني، سيد سلو، هذول من أقدم الصفارين على مستوى الموصل، ونحن توارثنا هاي المهنة أبا عن جد بهاي المهنة، وهذا هو نفس محلنا. السابق كانت تفوت يعني ما تسمع صوت الطرق اليدوي، ما تسمع الصوت،
من العمل. اما هسه جانا غزو الصيني والهندي والسوري الستيل، يعني تبدلت المهنه، تبدلت هسه بس شغلتنا بس على الحلويات، اهل الحلويات هاي الشغلات. والله الحركة الحمد لله هسه الحركة زينة، وشوية شوية على أحسن نحو الأحسن إن شاء الله، بس الناس ما عاد ترجع، وبنفس الوقت أصحاب الإيجارات ما عاد يرحمون. يعني نحن من تحررنا لحد اليوم يريد إيجارات، وهو صاحب المحل ما قاعد بالمحل، يريدون إيجارات منهم. يعني ماكو شوية لو أكو تساهل الناس هم ترجع. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن حاليا بسوق باب الصراي، اللي هو حاليا باب الصراي سوق العطارين. هذا السوق يعتبر من أشهر الأسواق في مدينة الموصل، ولما له من أهمية في التراثية، وهو سوق يتضمن أكثر من مجالات. عندك سوق العطارين، عندك سوق الأقمشة، سوق الصابون، بالإضافة عندك السوق يعني الشرزات سابقا، حاليا متواجد هذا السوق. نحن حاليا عندنا الحمد لله كسوق باب الصراي وسوق العطارين، نحن هنا معروف هذا المحل من سابق الزمان بالعطارية، بالإضافة إلى الراشي اللي متعارف عليه بالموصل، وهو يعتبر من الوجبة الرئيسية لأهل الموصل. والراشي أنواع حسب نوعية السمسم الذي يستخدم في العمل. نحن الحمد لله من فضل الكريم عندنا السمسم اللي عندنا عراقي صافي 100%، لا مخلوط لا فستق لا زيت، يعني بتقنيات حديثة بأجهزة جديدة ومتكونة من كثير أمور. هذا سوقنا يختلف عندك. نحن سوق باب الصراي سابقا كحركة تجارية لا مثيل لها، يعني مثل ما يقول، بينما حاليا نحن كسوق باب الصراي يعتبر صفت على المعامل. نحن ناشد انه يرجع هذا السوق، لانه نحن هو هذا السوق الموصل، او مثل ما يقول هو ركيزه من ركائز الموصل، نعتمد عليها كثير يعني.